أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا عليكم بالعافية. بنكون دائما متواصلين معاكم بحلقات جديدة ووصفات شهية ومتنوعة، خصوصا بشهر رمضان. معانا اليوم الشيف محمد من شركة كيتا للتموين. أهلا وسهلا شيف، أهلا بحضرتك، كيف حالك اليوم؟ الحمد لله. شو حتقدم لنا اليوم طبق؟ النهاردة معنا دجاج بالكاجو. دجاج بالكاجو؟ نعم، دجاج بالكاجو ومع خضار يعني. طيب شو مكونات الطبق؟ معنا تشيكن بريست، صدر دجاج فيليه. معنا بروكلي، اسباراغوس، صويا صوص، جزر، كازو، زيت وبصل وملح وشوية كورن فلاور وخل، وفينا نضيف كمان للوصفة بتاعتنا شوية فلفلة حلوة. أيوة، إذا نعيد المكونات، في عنا فيليه دجاج تقريبا 300 جرام، وفي عنا بصلتين مفرومين أو شرائح، وفي عنا بروكولي تقريبا كمان 300 جرام، في عنا كوب من الجزر المقطع، فليفلة حلوة، الأسبرغس أو الهليون، وفي عنا كمان الثوم والبصل، المكونات الأساسية في أطباقنا. حطينا زيت، معلقتين زيت تقريبا، معلقتين زيت، وحطينا قلينا الثوم معاهم، ونحط الدجاج، ونحط هلا الدجاج متقطع شرائح، قطع لشرائح. كمان وجبتنا هاي متكاملة، فيها كل العناصر الغذائية، لأنه زي ما شايفين خضار مع بروتينات، شوية مكسرات، كان تاكل مع رز on the side، فبتكون متوازنة فيها كل العناصر الغذائية. نعطيكم فكرة، تقريبا هاي لثلاث أشخاص، مش يعني لأن مش مكثرين كمية الدجاج، ثلاث أشخاص تقريبا فيها 290 سعر حراري، وفيها 10 جرام من الدهون، 22 جرام من النشويات، و 29 جرام من البروتين. قلينا الدجاج لأنه تشمع الدجاج من فوق ومن تحت، وبعدين نزلنا بالبصل، لأن البصل من الحاجات اللي هي البصل والثوم حتى ياخد نكهة، عشان النكهة وعشان الفائدة تبعتهم كمان. نقليه ليصبح يتحمر شوي، ياخد لون البصل، بعدين البصل المقطع، الجزر المقطع، نقطعه لدوائر او ممكن الشكل اللي احنا عايزينه، على حسب رغبتك انت كمتناول الطعام او كمستهلك انت، قدم الطبق بالطريقه اللي تعجبك او على الوصفه اللي تعجبك. احنا بنقدم لك ما هي الا وصفات صحيه من وجهه نظرنا، بس انت بس ممكن يغير فيها، يرجع لك هو القرار في الاول وفي الاخر في ازاي تقطع، باي شكل انت تقطع، اي كميه انت تتناول. فهو ده كله بيرجع للمشاهد، هو نفسه صاحب القرار. نتأكد ان الدجاج لازم يكون مستوي كويس، لان عشان الدجاج بيحتوي على نوع من انواع البكتيريا اللي هي السلمونيلا، فدايما ناخد بالنا، لان احنا كمان في الصيام بنبقى جسمنا معرض لاي شيء ممكن يحصل فود بوزنينج لو احنا مش طبخين الاكل كويس، فننتبه. الدجاج بالذات من انواع اللي هو من انواع الاكل اللي هو لازم يكون مطبوخ كويس. بعدين طريقة الحفظ الدجاج، يعني لازم بالثلاجة. هلا في انواع بالسوبر ماركت تنباع، بتكون مش لازم، يعني هي اوريدي دي فروستد، فمش لازم احنا نرجع نحطها بالفريزر. بكونوا حاطين عليها البطاقة الغذائية، بكونوا حاطين امتى استهلاكها، فلازم نتبع هاي التعليمات بالضبط، وزي ما قال الشيخ نطبخ صح الدجاج. حطينا اذا الجزر اللي هو غني بالفيتامين A المقوي للنظر وللجلد، بعدين حطينا البروكولي، بروكولي غني بالالياف وقليل السعرات الحرارية، مضاد للالتهابات ومضاد للسموم، يعني من النباتات اللي هي وهو والاسبرغس القلوية، يعني اللي الناس اللي بدهم يعملوا ديتوكس هالاشياء، كتير هاي الخضار مهمة. وكمان البصل والثوم
الصويا صوص، بما انه هذا يعني هو صيني يمكن الطبق بيستعملوا الصويا. في انواع من الصويا صوص كمان بالسوق اللي هي بتكون قليله الصوديوم، الافضل انه نختار هاي الانواع. شويه ملح وكمان شويه سكر. سكر عشان يعطي الطعام شوي الاكل الطعم الحلو. بالظبط. سكر بني مش هيك شيف، ولا ممكن اي نوع؟ اي نوع من انواع السكر. شيف هلا انت ضفت السكر البني تقريبا معلقه طعام، وشويه زدت شويه زيت. ممكن تضيف العسل بدل السكر كمان. نضيف العسل بدل ممكن السكر. كمان عسل فينا الوصفه كمان ممكن. الدجاج ده اصلا المفروض في الاول محمر، بس احنا عشان هي وصفه صحيه احنا خدناه سوتيه بدل ما نحمره يعني. ايوه، فهو كله على حسب الرغبه او انت عاوز ايه. وجود الكاتشو كمان مهم لوصفتنا، هو عنصر اساسي. الكاتشو من المكسرات زي اللوز وهيك كثير هي مهمه، لانه فيها احماض الاوميجا 3 اللي هي فيها نسميها الاحماض الدهنيه العاليه الكثافه المفيده، اللي بتساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم والتريجليسيرايد او الاحماض الدهنيه المشبعه، وبالتالي بتقلل من مخاطر الاصابه بامراض القلب، بتقوي الذاكره كمان، في لها يعني كثير فوائد. وكده كمان بيكون الطبق بتاعنا جاهز. الطبق صار تقريبا جاهز، يعني هي اكله سريعه للناس اللي ما عندهم وقت كثير، انه برمضان للناس الستات البيوت اللي بتشتغل ما عندها وقت، كمان هي ومغذيه بنفس الوقت، مش انها سريعه على الفاضي. وبيتاكل مع الرز على حسب. طبعا فينا ناكله مع الرز، طبعا فينا ناكله مع الرز، وفينا ناكله كده هيك من غير رز، او ممكن من غير رز، او ممكن حتى يعني النودلز، الواحد يعمل النودلز ويخلطه مع النودلز. ماشي استاذه. ايوه، اذا خلصنا الطبق. ممكن للناس اللي كمان بدهم يعملوا ريجيم وهاي، ممكن حتى ياكلوا من غير نشويات ولا شيء. كمان في انواع للرز، في الرز البني، انا بنصح المشاهدين انهم يستعملوا الرز البني احسن من الابيض. زينا بالبصل الاخضر. كمان شوية كاشيو من الباقي من الكاشيو حطيناه. وبكده بيكون الوصفة بتاعتنا جاهزة معنا. بنقول وصفة سريعة وخفيفة، ما بتاخدش وقت كتير. وطبعا شكلها كتير مشهي بكل هاي الألوان الخضرة المختلف الألوان وهيك. فول كلر. وصحتين وعافية عليكم، واستنونا في حلقة جديدة من برنامج عليكم بالعافية.